من حوالي 400 سنة وبالتحديد سنة 1620 كانت لسه أمريكا لسه مكتشفة حديثا، وكان أوروبا كان فيها معاناة كثيرة لكثيرين من شعبها. فقرر حوالي 102 شخص من إنجلترا أنهم يرحلوا إلى العالم الجديد. فركبوا السفينة، وبعد شهرين من عبورهم للمحيط من إنجلترا إلى أمريكا كان المفروض يوصلوا إلى مدينة نيويورك، لكن بسبب العواصف والرياح الشديدة حاولوا يجدوا نقطة قريبة شوية من نيويورك، فنزلوا في ولاية ماساتشوستس اللي هي منطقة بوسطن النهاردة. ونزلوا هناك وكان بداية الشتاء، ولم يتوقعوا إنه ممكن يواجهوا معاناة وألام كما واجهوها، فتعرضوا للمجاعة وللألم، وما كانش عندهم لا أكل ولا شرب، وأكثر من نصف 102 شخص دول ماتوا بسبب الجوع وبسبب البرد، واعتقدوا إنه كلهم هيموتوا لأنه الجو كان صعب جدا، ولأنه الحياة مش متعودين عليها، ولا لسه عندهم بيوت ولا عندهم أراضي ولا عندهم حاجة حتى يستدفئوا بيها. لكن بمعونة إلهية استطاعوا الباقيين إنهم يعدوا فترة الشتاء، ومع أول موسم حصاد في الأرض الجديدة قرروا إنهم يحتفلوا مع بعض ويشكروا الله على الخير وعلى الرحمة وعلى النعمة وعلى العطية الجديدة اللي أعطاهم إياه. ومن هنا بدأ احتفال الشعب الأمريكي بالعيد اللي احنا بنحتفل بيه في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، الخميس الأخير من شهر نوفمبر، وهو عيد الشكر. وسنة 1863 قرر الرئيس إبراهام لينكولن أن يكون اليوم ده يوم عام أجازة رسمية في كل الولايات المتحدة، فيها تجتمع الأسرة لكيما تقدم لله الشكر والحمد على كل إحساناته وعلى كل عطاياه وعلى كل خيره. عشان كده عزيزي المشاهد، مشاهدي برنامج عبر الكتاب، احنا النهاردة بنحتفل بأسبوع الشكر أو بعيد الشكر معا، وحبينا نقف شوية نعمل بوز للبرنامج الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه الأمور سفر الخروج وغيره، ونقف نقدم الشكر ونقدم التسبيح والحمد لإلهنا على كل النعم وعلى كل الخيرات وعلى كل الجود والرحمة اللي بيتبعاننا كل أيام حياتنا. عشان كده برحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة بعيد الشكر، وبرحب كمان بأخويا المرنم بيتر دايما هو اللي بيستضيفني. أنا النهاردة حبيت أن أنا أخد دور أن أستضيفه، وكمان هنستمع إلى ترنيمات خاصة وتسبيحات خاصة عن الشكر. احنا حابين نرحب بكل مداخلاتكم، ياريت لو عندكم شيء تقدروا تشجعوا بيه المؤمنين في كل مكان في العالم، حاجة الرب عملها معاكم خلال السنة دي، حاجة تقدروا تقولوا الرب احنا بنشكر الرب لأجل كذا وكذا وكذا. فاحنا في كتير من الأمور اللي تستحق ان احنا نمجد الله من خلالها ونشكر الله عليها، ونقول مع المرنم: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. فيسعدنا استقبال مداخلاتكم، وتكون مداخلات خاصة عن أمور تقدموا فيها الشكر والحمد لإلهنا لأجل كل ما صنع معنا، لأن كل صنيعه صنيع عجيب ومبارك. بيتر برحب بيك. برحب بيك يا دكتور أشرف. الحلقة دي، وأنا قبل ما نسمع أول ترنيمة أنا حابب أقرأ جزء من مزمور 137، والمزمور ده هو أيضا تسبيحة شكر وتسبيحة حمد. بيقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده، لأن إلى الأبد رحمته.
الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته، الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته، الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته، الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته، القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته، الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته، وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته، بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته، الذي شق بحر صوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته، وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. وبعدين يقول لنا الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته، ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته، الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته، احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. يمكن المزمور ده المرنم فيه بيتكلم على ثلاث حاجات مهمين: الإله الذي خلق السماوات والأرض لأن إلى الأبد رحمته، وده بنقرأ عنه أنه زي ربنا قبل ما يخلق الإنسان أعد كل شيء وفي الآخر خالص خلق الإنسان. والحاجة الثانية، الإله الذي خلق هو أيضا الذي فدى، فهو فدى إسرائيل من العبودية من أرض مصر، وده لينا إحنا كمؤمنين في العهد الجديد أن رب فدانا بدم ابنه يسوع المسيح. لكن لما الرب بيفدينا ما بيتركناش، لكنه بيرعانا، وعشان كده بيكلم هنا انه صار معانا، اشبعهم، هداهم في الطريق. والرب ايضا ونحن نسير في برية هذه الحياة في الرحب او في الضيق، الرب بيسير معنا لانه قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. امين. نسمع امين ترنيمة. امين. انا حابب اشكرك يا دكتور اشرف على المقدمة الرائعة دي، وحابب اشكر كل مشاهدينا النهاردة. نفسي ما نستمعش لفترة ترنيم، نفسي نتعلم الشكر النهاردة. نفسي النهاردة نتعلم نرنم، نتعلم نحرك قلوبنا ناحية ربنا بالشكر في كل الأيام، في كل الأيام، لأنه هو قال معاه أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فبما أنه هو معانا كل الأيام يبقى احنا نشكره كل الأيام. كل الأيام. أمين. حمد وعيد شعب جدل من ظهر الشكر تجاه رفعها ايد شهد مع القلب الفايد عرفان حمد وعيد شعب جدل من ظهر الشكر اتجاه رفعها ايد شهد مع القلب الفايد عرفان متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على حب الغامرة بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة ننسى ازاي إن اللي قلنا عليه عنايتك للخير مش ننسى ازاي ان اللي قلنا عليه شر كبير شفنا ازاي اتحول لنا بعنايتك
متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق، متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق. بركتك شفاه يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المحبة الغامرة. حتى الجراح شقت في قلوبنا للنور فتحات، وقت ما لاح الصبح وبدل النواح رقصات. حتى الجراح شقت في قلوبنا ملاح الصبح وبدل النواح رقصان. متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والمحبة الغامرة. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على حب الغامرة. وبكل يوم بيعدي بنعد الإحسان ونقول حبك عظيم ومرحمتك تحملنا جيل ورا جيل. وبكل يوم بيعدي بنعد الإحسان حبك عظيم ومرحمتك تحملنا جيل ورا جيل. متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء، مطمنين لك في الطريق. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة. أمين. أمين. يعني هي الترنيمة كلها جميلة، لكن في كده عبارة يعني دايما هي اللي بتشد انتباهي، إنه مطمنين ليك في الطريق. يعني أنا مش مطمن على الطريق نفسه، أنا مطمن على اللي ماشي معايا في الطريق. يعني وده الفرق. هو قال أنا هو الطريق. فأنا هبعد عن الطريق اللي هو المسيح، هضل الطريق، هخاف، هحزن، هشتكي، هحسبها، كل اللي بيعيشه أي فرد عادي في الحياة هعيش فيه. ومش هقدر أرنم ولا أطمن ولا أعلن ده خالص. وهبقى ممكن في الكنيسة وبروح بس قاعد
يعني بقضي فرض بسمع الكلام وبسأل جوايا الناس دي ازاي بتقول الكلام ده. لانه اللي عاش في الطريق بين قوسين في المسيح هو بس اللي يقدر يقول معانا ويرنم متشكر مطمن. ليه؟ لانه عارف ان هو في المسيح. أيوة. هو في الطريق. انجاز التعبير هو في الطريق. هو المسيح مش هو الطريق. انا هو الطريق مش عندي الطريق. هو نفسه هو في ذاته هو اللي بيطمن هو اللي بيقود الرحله طول الطريق. لذلك انا مطمن. مش معنى ذلك ان انا ما بمرش بمشاكل وما بمرش بتحديات وما بنخافش. لا بنخاف بس بيطمننا. أيوة. بنرتعب بس هو معانا. هو قال انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر لان انا هو الطريق. يعني شكر عكس طبيعتنا البشريه. طبيعتنا البشريه تميل دايما الى التذمر. تذمر. واحنا اوقات كتيره حتى لما بنتعامل مع اولادنا يبقى مثلا عامل معاه حاجات كتير قوي وبعدين حاجه طلبها فما خدهاش. فيقول لك انت عمرك ما عمرك يعني عمرك يا عمرك ده كله ما حصلتش خالص. وده بالظبط بيذكرني بشعب اسرائيل اللي احنا زيهم ويمكن اسوأ في مواقف كتيره. انه بالرغم من كل اللي عمله الرب معاهم وخرجهم بيد قديره وذراع ممدوده واطعمهم وشق البحر قدامهم وكان بيسير معاهم بالنهار وبالليل وانقذهم من فرعون بالظبط الا انه قدام اول تحدي انت خرجتنا هنا علشان تموتنا. يعني احنا مش لاقين ميه نشرب انت خرجتنا هنا علشان تموتنا. احنا مش لاقين اكل في البريه انت جبتنا هنا علشان كما كان احسن لنا نقعد في مصر. عشان كده الكتاب بيوصينا بيقول لنا ايه؟ اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني ان احنا نكون شاكرين دي مشيئة الله من جهتنا. زي ما الله مشيئته من جهتنا قدستنا مشيئته ايضا من جهتنا ان احنا نكون شاكرين. واشكروا في كل شيء. في كل شيء. في الوقت الرحب تشكر وفي وقت الضيق تشكر. في وقت الألم تشكر وفي وقت الصحة تشكر. الشكر ما بيتوقفش على الحالة. الشكر بيتوقف على القلب. يعني اللي حاصل ايه مش هو ده الاساس. الشكر بينبع من قلب مليان بمحبة الله ومليان بالروح القدس. انسكب فيه روح الله القدوس فبيقدر يشكر ويسبح. شخصية زي كده من ضمن الشخصيات اللي بتذكرني دايما بالشكر شخصية أيوب. يعني يمكن دايما نتكلم على أيوب الشخص الصابر. وأيوب طبعا يعني مثال كبير في الصبر. إنما كمان أيوب مثال في الشكر. يعني ملعنش مثلا ملعنش. يعني قال الله أعطى والله أخذ فليكن اسم الرب إيه؟ مبارك. مبارك. كلمة مبارك يعني هو بارك الرب بالرغم من حاجات كتيرة فقدها إلا إنه بارك 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 الرب. داود كمان قال يا نفسي داود. باركي يا نفسي. مع إنه هو برضو ما كانتش حياته وردي طبعا قوي يعني. طبعا كانت حياته مليانة حروب من أبشالوم وحروب من من شاول وكل المحيطين بيه يعني. وبرغم من ذلك كان بيبارك بالزبط. وحتى موت ابنه مزمور 9 يبارك ويشكر بالضبط. يعني بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك. يعني احنا لو سألنا داود وقلنا له انت كل ايامك كانت حسنات لا طبعا هيقول لا. امال ازاي بتقول باركي يا نفس الرب على كل يعني كل ايامك كانت فيها خير وبركه واحسان؟ هيقول اكيد كانت فيها بس انا ما كنتش شايف ده بسبب الأرض والحروب اللي أنا بمر بيها. عارف هو قال عبارة كمان في مزمور 23 مزمور الراعي اللي كلنا حافظينه. يعني بجانب أنه هو قال أنه إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي لكنه ختم بعبارة جميلة جدا قال إنما خير ورحمة, يتبعانني كل أيام حياتي. وانا دايما بتخيلها حاجه مربوطه فيك. يعني ظلك اتربطت فيك ظلك زي ظلك بالظبط. فخير ورحمه الله اتربطوا فينا ماشيين مع ورانا
وخير ورحمة يتبعاننا كل أيام حياتنا. وعمر الخير بتاع امبارح ما بيكون زي الخير بتاع النهاردة، خير جديد يعني ربنا حتى طبعاً. في خيره متجدد، مراحم متجدد ومراحمه متجددة. من إحسانات الله أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل في صباح. كل صباح يعني فمهما كانت التحديات إلا أنه على مش عايز أقول على قدر الاحتياج ربنا بيدينا، لا ده بيدينا أكتر. يعني لو أنا ماشي في ظروف صعبة ومحتاج شوية رحمة قد كده، ربنا بيديني شوية رحمة أكتر، أضعاف. لو أنا محتاج خير قد كده بيديني كمان أضعاف. خير ورحمة يتبعاننا كل أيام حياتنا. نعم. أمين. في ترنيمة أكيد بتيجي على بالك بال طبعا في ترانيم كتير. طيب الكلام شيق اصله حلو والتامل في المنطقه دي بالتحديد طبعا. والكلام فيها بيوبخ وفي نفس الوقت بيشجع يعني طبعا. بيوبخني لانه انا بشوف نفسي انه كتير مراحم الرب زي ما حضرتك وصفتها مربوطه فينا، انما خير ورحمه يتبعني كل ايام حياتي. طب ليه انا برغم زي ما حضرتك وصفت حلق يعني تشبهت الاب والابن، ليه برضو باجي علشان واحده عشان اتاخر في حاجه مع انه الخيري بس برضو بتزمر يعني طبعا. فبنتعلم نشكر ربنا في كل الظروف وفي كل الايام. امين. في كلمات بتقول كده، انا واثق في رعايتك ليا، انا واثق في عنايتك بيا، مش ممكن ابدا تنساني، ده عينك سهران عليا. انت امين في رعايتك ليا، مش هتسيبني في البريه. انت امين في رعايتك ليا، مش هتسيبني في البريه. وتنادي وتقول لي يا ابني ما تخافش وتمسك بإيدي، أنا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، مش ممكن أبدا تنساني، ده عينك سهران عليا، ده عينك سهران عليا. ليه معونتي تسرع وتجيني، تنصرني وتمسك بيميني؟ ليه معونتي تسرع وتجيني، تنصرني وتمسك بيميني؟ على الأزرع ربي بتحملني، فرحني بالروح تسبيني، أنا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، مش ممكن أبدا تنساني، ده عينك سهران عليا، ده عينك سهران عليا. أنت أمين في رعايتك ليا، مش هتسيبني في البرية. انت امين في رعايتك ليا، مش هتسيبني في البرية. وتنادي وتقول لي يا ابني ما تخافش وتمسك بإيدي، انا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، أنا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، مش ممكن أبدا تنساني، ده عينك سهران عليا، ده عينك سهران عليا. ليه معونتي تسرع وتجيني، تنصرني وتمسك بيميني؟
اللي معونتي تسرع وتجيني تنصرني وتمسك بيميني عالأصدع ربي بتحملني فرحني وبالروح تسبيني أنا واثق في رعايتك ليا أنا واثق في عنايتك بيا مش ممكن أبدا تنساني ده عينك سهران عليا ده عينك سهران عليا مش ممكن أبدا تنساني ده عينك سهران عليا. أمين. مع أنه أوقات كتيرة بنضعف يعني وإيماننا بيضعف في الطريق. يعني أنا أفتكر في مزمور 13 داود في بداية المزمور أعلن ضعفه قال لماذا تنساني كل النسيان لماذا تحجب وجهك عني مع أنه يعني في نهاية المزمور بيعبر عن إيمانه يعني وبيعبر عن ثقته بالرب لكنه في وقت من الأوقات حس أنه شوية الرب نسيه وده على فكرة دايما اللي بيحاول يعمله عدو الخير انه الشيء اللي يخليك يضعف بإيمانك انه يحسسك ان ربنا بعيد مش مهتم او ان ربنا نسيك ولو هو فعلا قريب طب ليه ما عملش طب وليه ما سددش طب وليه ما انقص طب وليه 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 ويبدأ يحط قدامك تحديات كتيرة عشان كده الرسول بولس قال لنا انه سلام الله يحفظ عقولكم وايه وافكاركم في المسيح انا محتاج في الوقت اللي انا بضع فيه انه سلام ربنا يحوط من ضد سهام ابليس الملتهبه الشكر بقى هو واحده من الحاجات اللي بحوط بيها ذهني ان انا بشكر ربنا لان الشكر هو مضاد حيوي ضد عدم الايمان سلاح سلاح. يعني بجد مضاد حيوي باخده ضد عدم الايمان وضد التذمر وضد العصيان ان بشكر ربنا ليه لان لما بشكر انا بشوف الامور الجميله اللي ربنا عملها اللي بحاول ان انساها وربنا بيذكرني بيها في ناس كده بحسها مبرمجه يعني بمجرد من كتر ما اتدربوا بحسهم اتدربوا عليها كتير في حياتهم وتعلموها فتدربوا عليها فمرسوها فمن كتر ما هم حفظوها خلاص بقى يشكروا في كل حين فعلا يعني بحس ان الموضوع محتاج ممارسة اتعلمه اتدرب عليه زي اللي بيتعلم يتكلم لغة جديدة زي اللي بيتعلم يسوق عربية بيبقى زي اللي بيتعلم يعزف آلة بيبقى الاول متلجلج بيبقى ممكن بعد كده بيوصل لمستوى انه بيبص بعيد وبيعزف او بيبقى باصص على اللي جنبه وبيسوق خلاص بقى اسلوب حياتي ان انا بسوق كل يوم فخلاص ففي ناس بتمر بمشاكل كبيره جدا ومبرمجين خلاص الـ 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 المواقف علمتهم بقى كتير فيقول لك نشكر ربنا ده الواد سقط نشكر ربنا ده البيت مش عارف ايه نشكر ربنا ده ايه يعني انا بس اوكي في حاجه لازم نفرق بينها وبين الشكر الحقيقي يعني أوقات كده بيبقى عندنا كمؤمنين سلوغنز يعني شعارات أو عبارات حفظناها بنرددها زي البغبغانات علشان يقولوا الناس علينا إيه إن إحنا مش متذمرين فتقول له إزيك يقول لك نشكر ربنا مع إنه متذمر من جوه ورافض ومش قابل بس هو علشان الذوق ويبقى شكله جميل يقول لك نشكر ربنا بس انا ما اقصدش النوع ده بالتحديد انا عشان كده لازم هي حتى أنا بحسها من اللي بيتكلم بحسها ان هو اكلاشيه زي ما حضرتك بتقول ثابت كده على لسانه ولا بيقولها فعلا بتخبط بحسها وهو بيشكر يقول اشكر الله بحسها كده فعلا هو شاكر
مش اللي هو كله للخير. ربنا موجود، الحاجات اللي هي حافظينها احنا يعني. يعني انا من ضمن الحاجات مثلا اللي كانت فعلا بتاثر فيا، انك ليا صديق مازال يعني واحد من اساتذتي، كان لما مثلا تساله هاو ار يو دوينج، عامل ايه، لو هو كويس يقول لك فيري جود، لو هو تعبان يقول لك تربل. لكنه في نفس الوقت بعد ما يقول لك الكلمه دي بس ربنا هيعمل كذا وكذا وكذا، والرب صالح والرب لي قصد يعني، فبيعبر عن الايمان اللي جواه. الشكر هو رد فعل طبيعي لانسان امتلأ قلبه بالامتنان لله. يعني عارف ترنيمه ممتن لك؟ اه طبعا. فقلبه امتلأ بالامتنان لله، فبيشكر الرب من اجل اللي عمله. الشكر كمان ما بيتوقفش على انت فين. يعني ممكن تشكر، ممكن انسان يبقى عنده كل حاجة لكنه متذمر ما بيشكرش. يعني ياما في ناس ربنا مديها حاجات كتيرة جدا لكن عمرك ما تسمع انه هي بتشكر، دايما يقول لك لا انا ما عنديش كذا وكذا، مع ان ربنا مديله بركات كتيرة جدا. او ما عندوش لغة الشكر اساسا. يعني تعلمهاش. ما تعلمهاش. وفي انسان ما بقاش عنده بيبقى عنده قليل جدا شكر. وانت شايف انه معدوم ما عندهوش، لكنه تاخد منه كمية تشجيع واحساس بالايمان غير عادي نابع من قلبه. ولو تزمر عنده حق. يعني مثلا من ضمن الشخصيات مثلا الجميلة اللي بنقرأ عنها للشكر والتسبيح، شخصية بولس وسيلة مثلا. يعني بولس وسيلة عندهم كل سبب للتذمر طبعا. يعني اولا احنا كنا بنخدم ربنا، وبسبب خدمتنا للرب الرب سمح انه يقبض علينا ونوضع في السجن ونوضع في المقطرة وفي السجن الداخلي. كان عنده كل سبب انه ممكن يقول للرب طب ليه؟ طب ما انا كنت بخدمك، طب ما بره احلى من جوه، طب ما خليتنيش ليه اكمل خدمتي، وبالاخص لو الخدمة ناجحة وماشية كويس. لكنه لما اتحطوا حتى في السجن الداخلي يقول الكتاب ان هم كانوا يسبحان ويصليان. يعني فالشكر والتسبيح مش مبني على الظروف الخارجية، الشكر والتسبيح مبني على اللي جوه الإنسان. يعني لأنه الظروف الخارجية متغيرة، إنما اللي جوه الإنسان هو الثابت. يعني حضرتك تقصد أنه عدم الشكر مش معناه احتياج؟ لا خالص. لا يعني لما اشوف واحد ما بيشكرش مش معناه انه هو محتاج. بالظبط. ممكن يبقى غني جدا. بالظبط. لكنه هو اتعود على التذمر، هو عنده روح تذمر، وممكن يكون اتعود على انه ده بمجهودي، انا بجيبه بمجهودي، او ده انا شاطر، ده ذكائي، انا اللي بعرف اكسب، انا اللي بعرف اعمل بيزنس كويس، انا راجل في السوق شاطر، فده خير. وبعدين الخير كتير طول عمره، بالذات اللي اتولد في بقه معلقه ذهب مثلا. ده بابا دانا، بابا من صغري بركب العربيه، ماما جابت لي موبايل وانا عندي اولى ابتدائي، فخلاص اشكر على ايه؟ ماما، اشكر ماما واشكر بابا. يعني دي برضو نقطه خطيره. يعني ما هي من الحاجات الخطيره اللي في حياتنا كمؤمنين ممكن نقع فيها، ان احنا ناخد كل النعم على انها اشياء مسلم بها. يعني عندي شغل. طب انا الاسبوع الشهر اللي فات كان عندي شغل، وان شاء الله الشهر الجاي عندي شغل. يعني مسلم بيه. يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ انا النهارده صحيا كويس. طب انا كنت امبارح كويس، وبكره كمان هبقى كويس. انا اولادي نجحوا. طب ما اولادي نجحوا قبل كده وهينجحوا بعد كده. انا اولادي خرجوا بالعربيه ورجعوا بالليل البيت سالمين. طب ما رجعوا اول امبارح واول قبله. فانا بدات اخدها على انها مش عطايا من الله على قدر ما هي for granted. يعني خلاص امور مسلمه بيها. فده بيفقدني الشكر، مع ان المفروض افهم حاجه تانية من انها كل يوم في حياتي، انه دي عنايه فائقه. طبعا ده بالعكس، ده المفروض افهم الصوره العكسيه بقى الحلوه، انه انا كل يوم بروح البيت، انا كل يوم بقوم من نوم سليم، انا كل يوم بعرف باكل وبشرب، انا كل يوم بيحصل في حياتي حاجات غيري محروم منها. حر طليق. بعيش احسن من ناس كتير. يبقى انا يبقى دي بركه وخير ورحمه من ربنا. مش افهم من الصوره الثانيه اللي هي دي حاجه عاديه. يعني مثلا تبقى ماشي مسافر وهتعمل حادثه،
وقتها تقف تشكر ان ربنا انقذك انك ما عملتش الحادث، او لو خبطت وربنا انقذك وانقذ عيلتك وطلعت سليم تشكر ربنا. طب انا كل يوم بسوق وبوصل البيت بسلامه، طب ليه ما بشكرش ربنا؟ يعني طب ما انا ممكن غيري مش لاقي الاكل، طب انا كل يوم باكل، طب انا ليه ما بشكرش ربنا؟ يعني فالشكر هو اتجاه قلب اكتر ما انه مرتبط بالظروف الخارجيه. عشان كده الانسان اللي امتلى بروح المسيح هو القادر على انه يشكر حتى في الظروف الصعبه، زي بولس وسيلة كده. ايوه، عشان كده كان يقول لنا الوحي الالهي على لسان بولس الرسول اشكروا في كل شيء، ومره ثانيه يقول اشكروا على كل شيء. وده امر صعب لو ما كانش روح الله هو الساكن فينا ومحبة المسيح انسكبت في قلوبنا بغنى، هو اللي بيقودنا للشكر. بالزبط. هو اللي بيقودنا لده أكيد. أمين. أمين. نرنم. نرنم. أمين. أنا عارف أن أنت بتحب الترنيمة دي أسيس، فأنا أرنم عشان أنت بتحب. أنا بحب كل الترانيم بالذات دي، مش هقولها، مش هقول اسمها. خليك وانت هترنمها معايا. أنا عارف عايش له طول السنين ابن خاضع وأمين، عايش له طول السنين ابن خاضع وأمين، ولا حيد عنه شمال ويمين، طول أيامي اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا، بقالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان، بقالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان، ده اهلي وعيلتي كمان وراس مالي اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا، ابن ليا شأن كبير، ابويا يبقى القدير، ابن ليا شأن كبير، ابويا يبقى القدير، ازاي خاف انا من شرير مهما جاني اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا، نساني الماضي الأليم، خلى لساني يقول ترنيم، نساني الماضي الأليم، خلى لساني يقول ترنيم، غسلني بدمه الكريم وفداني، غسلني بدمه الكريم وفداني، اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا، عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجراح، عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجراح، ويوماتي عايش في افراح واغاني اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا اتبناني، رضي بيا اشتراني، حن عليا، تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص، تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص، ما
ماشي معاه مرفوع الراس على مقامي اتبناني رضي بيا اشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا اشتراني حن عليا. الترنيمة دي يعني بتكلمنا عن حاجات مهمة جدا. يعني بتذكرني دايما بكلام الرسول بولس في رسالته لأهل أفسس لما بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ويمكن دايما بنتكلم على غفران الخطايا ودي حقيقة أن رب غفر خطايانا في المسيح يسوع بموته على الصليب غفرت خطايانا. لكن أعظم عطية نلتها أنا كإنسان خاطي نتيجة عمل المسيح أنه تبناني. يعني ما أنت ممكن تعمل إحسان مع واحد وتسيبه. يعني ممكن ألاقي واحد مثلا طفل في الشارع في ضيقة ولا في مشكلة أو في احتياج أو في جوع أو في عطش وساعده أشفق عليه يعني وساعده. لكن في فرق كبير أن أنت تساعده وتخلصه وأنك تتبناه. يعني ده فرق كبير جدا. موضوع مختلف خالص. فمن بركات فداء المسيح أنه الله يتبنانا. عشان كده في يوحنا 1:12 يقول لنا ايه؟ واما كل الذين قبلوا المسيح فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فاحنا صرنا ابناء لله بالايمان بالمسيح يسوع. والرسول يوحنا كمان في رسالته كانه بيدور على كلمات مش لاقي يعبر عن النعمة دي فبيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني يعرف لما تشوف واحد تقول له تعال بص يعني بالضبط كده يعني كأنه يوحنا بيقول تعالوا بص انظروا شوفوا أية محبة. يعني هي أية محبة يعني بمقدار هذه المحبة إلى هذه الدرجة من المحبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله. عشان كده دايما الترنيمة دي تذكرني تبناني. ما كان ممكن يعمل معانا إحسان ويسيبنا فعلا لكنه يتبنانا ونصير أبناء له. ده أعظم امتياز. ده الامتياز اللي عقولنا مش قادرة تدركه وهنفضل طول عمرنا ممتنين له إن ربنا اتبنانا. يمكن بيغيب عننا المفهوم ده كتير حتى وإحنا أولاد الله فعلا وعارفين إن إحنا أولاد الله بس بيغيب عننا كتير قوي لأنه إحنا عايشين وسط عالم بيتذمر وعالم برضو بنتعدي كتير من المجتمع اللي إحنا فيه أو من الأرض عموما في أي مكان. فكتير بنظن إنه الخطر على الكل المشاكل على الكل وده حقيقة فعلا بس أنا غير أنا مختلف. هو فعلا أنا زي كل الناس اللي بتعرض بأمراض. أنا هتعرض لنفس اللي بيتعرض لي الخاطي بالزبط. اللي هو مش ابن لله اللي بيتزمر اللي بيشتمه كل يوم الصبح اللي ما بيرضاش بحاجة أنا زيه. المطرة هتيجي علينا احنا الاثنين. لو جات سيول هتيجي علينا احنا الاثنين. لو جات مشاكل لو جات ألام لو جات أمراض كله بس أنا غيره. أنا أعرف أشكر زي ما حضرتك قلت في الأول وكمان أنا ابن. دي حاجة تانية خالص. طبعاً. فنظرتي المفروض تكون مختلفة لإلهي. هو عارف إن في ربنا بس ربنا عنده غير ربنا عندي تماماً. ربنا عنده بعيد وكبير. أنا ربنا عندي قريب مني وفي قلبي وابن. أنا ابن لي وهو أب لي. فالتعامل هنا مختلف. صح. ده صح. ولأنه أنا ابن فهو أفكاره من جهتي هي خير وسلام. ولأني أنا ابن فهو عايز يخرج مني أفضل ما يمكن. يعني
يعني دايما نقول حتى في أمثالنا العربية إنه مين الشخص اللي أنت تحب يبقى أفضل منك؟ ابنك. ابنك. يعني فالله عايز يخرج مننا كأبناء أفضل ما يمكن. وعشان كده أوقات بيسمح لينا بنخش مدارس صعبة. أوقات بيسمح لينا إن إحنا نمر بظروف شوية تكون ضيقة. يعني ودي من محبته. ودي من محبته. ليه؟ لأنه عايز يخرج ما أجمل ما فينا. وده ما يعني زي الفخاري اللي بيقعد يشكل. فأنا أولادنا أولاد كتيرة لو إحنا سبناهم على حريتهم لو واحد فيهم يروح مدرسة. يعني أنت لسه عندك أدوني لسه كام شهر. لكن لو سبنا أولادنا على اختيارهم. على اختيارهم لو واحد هيروح مدرسة ولا واحد هيعمل الواجب ولا واحد هيخش امتحانات كل اللي عايزينه هيتفرج على التلفزيون وهياكلوا الجنك اللي عايزين ياكلوه. ويلعبوا باسكت ويلعبوا بالظبط. هو ده بالنسبه لهم كل شيء. انما ليه احنا هل احنا بنكرههم عليهم؟ لا. بنكرههم لما احنا بنجبرهم يروحوا المدرسه؟ لا. ولا بنجبرهم انه على الواجب وعلى انه يعملوا يبقى عندهم عادات كويسه جميله في حياتهم خلوهم ينظفوا اوضتهم خلوهم مش عارف يعملوا ايه. لا احنا بندربهم بنعدهم. يعني زمان وانا صغير زي اي شاب يعني زي حضرتك زي اي ولد يعني اسوأ حاجه في حياتي هي ان بابا يقول لي ذاكر. ليه؟ لان انا لا عايز اذاكر ولا عايز افتح كتب ولا عايز اقرا ولا الكلام ده خالص في اهتماماتي. انا كل اهتماماتي في كوره انزل الشارع الكلام بتاع كل الشباب. لما كبرت بقيت اقول عباره انا بقى اللي بقولها انا نفسي بعد ما كنت بكره البيت واكره بابا وماما والكلام ده والروتين ده خالص وكنت بنظر لهم على انهم اعدائي. يعني انتوا ليه؟ لان انتوا ضد سعادتي اللي انا شايفها سعاده. فكتير قوي كنت يعني في الوقت اللي فات بتخيل كده فطلعت مني عباره قلت يعني لولا اللي عمله بابا معايا انا مش لكنت اتعلمت انا كان زماني مشرد. يعني كان لازم يعمل سامعك دلوقتي. يعني ده اللي هو عمله معايا كان قليل كمان ده كان المفروض يشد اكتر. كنت هقول حاجه كمان انه كتير قوي اما يجي مرحله ثانوي وخلاص بقى الولد داخل على جامعه خلاص هتتحدد بقى هتطلع ايه في الدنيا. هتطلع دكتور ولا مهندس ولا محاسب ولا كده تلاقي الاب والام عايزينه يدخل كليه طب او هندسه مثلا. طب انتوا عايزينه ليه يتعذب معامل ومساطر ومثلثات ودراسات تقيله جدا عليه؟ انتوا بتكرهوه عايزينه يخش في امتحانات صعبه؟ انتوا اهله دخلوه حاجه فيها امتحانات سهله. ايوه يعني معهد سنتين اي حاجه كده خفيفه لو بتحب كفايه ثانوي وخلاص او ريحوه. عايزين عينيه تضيع ويذاكر ويمتحن في امتحانات ومعامل عملي وشفوي ونظري بهدله يعني. فلا ده احنا بالعكس ده احنا بنحبه فعلشان بنحبه عايزينه يدخل الامتحانات الصعبه عايزينه يدرس الكليه الصعبه. طب ده حب. ده حب زي ما حضرتك كنت بتتكلم على ربنا بيدخلنا امتحانات الصعبه علشان يطلع مننا دكاتره مهندسين. حاجه كبيره. لكن ممكن ادخله ابني ممكن ادخله معهد او كليه حاجه بسيطه خالص او اقعده زي ما حضرتك قلت وما ياخدش شهاده خالص وريحه وخلاص ما تعبوش بس مش هيطلع حاجه. عشان كده افتكر كان يعني واحد من الادباء كتب حوار كمتخيل نفسه كهو بتاع ذهب وعنده مشتري قطعه ذهب غاليه جدا. فاول لما اشتراها حطها في البوتقة وهيدخلها الفرن. فهي بتنظر ليه بتقول له لماذا؟ يعني انت دفعت فيا قد كده بس ليه يعني فقال لكي انقيك قطعة الذهب دي محتاجة تنقية والطريقة الوحيدة اللي تتنقى بيها انها تخش جوه في البوتقة جوه النار. فكان السؤال التاني طب الى متى بقى؟ طب هتسيبني جوه لحد فين؟ فكان رده جميل جدا قال حتى أرى وجهي فيك. وده بالظبط اللي ربنا بيشتاقه ليا وليك ولكل واحد فينا إنه هو لا يصر بألمنا وبمعاناتنا. هو يريد قداستنا يريد أن يرى وجه ابنه يسوع المسيح فينا عشان كده لكي نكون مشابهين صورة ابنه. أنا هسيب الوقت الجاي للترانيم لأنه وقتنا قرب يخلص فأنا يعني نحب ناخد كام ترنيمة كده وبعدين أنا هنختم مع بعض الاجتماع.
رضي بيا وحن عليا وخلصني من العبودية. رضي بيا وحن عليا وخلصني من العبودية وجعلنا أنا ابني لي وفتح لي الباب بإيدي وجعلنا أنا ابني لي وفتح لي الباب بإيديك وسط الوادي هو رعية هو الفادي الغالي عليا 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 مين يسندني في وسط أنيني غيرك ربي ماسك بيميني مين يسندني في وسط أنيني غيرك ربي ماسك بيميني وعدك ليا يطمن قلبي انك دايما واقف جنبي وعدك ليا يطمن قلبي انك دايما واقف جنبي وسط الوادي هو رعية هو الفادي الغالي عليا 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 مين يشبعني ومين يرويني وفي مرضي ألاقيه يشفيني مين يشبعني ومين يرويني وفي مرضي ألاقيه يشفيني كلمة منك تشفي فقامي نظرة لشخصك سر سلامي كلمة منك تشفي فقامي نظرة لشخصك سر سلامي وسط الوادي هو رعية هو الفادي الغالي عليا 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 وسط الوادي هو رعية هو الفادي الغالي علي. كل ما انظر عمل النعم للي فداني على الصليب قلبي رن قلبي هلس
عمري ما أنسى أغلى حبيب، كل ما أنظر عمل النعم للي فداني على الصليب، قلبي رن قلبي هلس، عمري ما أنسى أغلى حبيب، حبه ليا عمله فيا خلى عناي تنظر ليك، حبه ليا عمله فيا خلى عناي تنظر ليك، كل ما انظر عمل النعمة للي فداني على الصليب، قلبي رنم قلبي هلل، عمري ما أنسى أغلى حبيب، حبه ليا عمله فيا خلى عناي تنظر ليك، حبه ليا عمله فيا خلى عناي تنظر لي، وده جه على شان بدمه فداني، جيت له اداني قلبي جديد وبرعاني ولا ينساني، في كل زماني بحب جديد، جه على شان بدمه فداني، جيت له اداني قلبي جديد وبرعاني ولا ينساني، كل زماني حب جديد، هو ضمني ايده تحملني، ايه يشغلني وانا سعيد، هو ضمني ايده تحملني، ايه يشغلني وانا سعيد، وانا كل ما انظر عمل النعم للي فداني على الصليب، قلبي رنم قلبي هلل، عمري ما أنسى أغلى حبيب، حبه ليا عمله فيا خلى عناي تنظر ليك، حبه ليا عملوا فيا خلى عينيّ